وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبارك فيكم. الآية في قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مع حديث: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكأن فيه كأن بينهما نوع تعارض. ووجه الإشكال في هذا الذي يستشكله بعض الناس، جوابه أن نقول أن الباء في قول الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، فالباء سببية. وأما حديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهنا باء المقابلة والجزاء، يعني لن يكون عملك عوضا وثمنا وجزاء مقابل الجنة، لأن أعمالنا مدخولة مشوبة بحديث النفس، بالخطأ، النسيان، الزلل، التقصير. فأعمالنا يعني الجنة نعمة كبيرة جدا جدا جدا، وأعمالنا مدخولة. فحاصل المعنى أن يقال إن الباء في قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني إن أعمالكم مهيئة لدخول الجنة، سلم ومعراج لدخول الجنة، لكن حصول الجنة نعمة نفسها، ليست أعمالكم جزاء وعوضا وثمنا عن الجنة. واضح؟ وأيضا أعمالكم نفسها هي من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى خلق فيك القدرة وخلق فيك الإرادة وأعطاك القدرة على العمل، فهذه كلها من رحمة الله بك. ثم من رحمته بك أنه تقبل منك العمل بعد عملك، إنما يتقبل الله من المتقين، فوفقك للتقوى ووفقك للقبول ثم وفقك لدخول الجنة. فهذه كلها رحمات، رحمة قبل العمل ورحمة أثناء العمل ورحمة بعد العمل، فدل ذلك على ألا تعارض. فالعمل منك مطلوب، لكن لتعلم أن العمل هذا مسبوق برحمة الله، وأثناء العمل هو مصحوب برحمة الله، وبعد العمل هو أيضا محفوف برحمة الله تقبلا، ثم بعد ذلك جزاء وإدخالا إلى الجنة.